انتهت عملية إعادة السيطرة على جزيرة الخالدية الواقعة شمال شرق مدينة الرمادي، بحسب خلية الإعلام الحربي التي لا تزال تتحدث عن بعض الجيوب لعناصر داعش. جزيرة الخالدية الواقعة على مسافة 23 كيلومترا شمال شرق الرمادي تتعرض إلى عمليات سلب ونهب للمنازل وتجريف للبساتين في قرى الحامضية والبعيثة، بحسب ما أعلنه ضابط في شرطة الأنبار. أكد انسحاب الشرطة احتجاجا على انتهاكات الحشد. وفي ذات السياق، كشف مصدر أمني في قيادة شرطة الأنبار عن وصول 5000 مسلح للحشد إلى مناطق البودياب والبعيثة والحامضية مجهزين بأسلحة ثقيلة من مدافع وراجمات صواريخ. مسلحو الحشد طالبوا مقاتلي العشائر في الحامضية بمغادرتها وتسليمها لهم. وأضاف المصدر أن الفوج العشائري انسحب بعد اعتقال الميليشيات لسبعة من عناصره وحرق أحد حواجزه الأمنية، فصدرت له الأوامر بالانسحاب لتفادي المواجهة مع ميليشيات الحشد. ولا يزال هناك نحو 200 عنصر من داعش يمتلكون أسلحة خفيفة ومتوسطة يتحصنون في قرية البوبالي. في الأثناء، كشفت مصادر عشائرية عن فرار عناصر داعش وقادته وإخلاء مقاره من المعدات والأسلحة في قضاءي عانة وراوة، متجهين نحو القائم ثم إلى سوريا، وذلك بعد الضربة القاسية التي تعرض لها التنظيم ومقتل سامي الجبور المسؤول عن ملف تهريب النفط في داعش في عملية إنزال جوي أمريكية مفاجئة في القائم الخميس الماضي. ويعد قضاء القائم الملاذ السري لقادة التنظيم، حيث يتحصن فيه آلاف المقاتلين الذين هربوا من معارك الرمادي والفلوجة وهيت. وتكمن أهمية القائم لداعش في صعوبة الوصول إليها براً، ويوجد فيها أكبر معسكرين لداعش تعرضا لغارات عدة من التحالف الدولي. وتعد القائمة المنطقة الوسطى لمضافات مقاتلي تنظيم الأجانب. يشار إلى أنه لم يبقى من سكان القائم إلا آلاف قليلة بعد أن كان عددهم الأصلي يقارب 150 ألف نسمة. رفاه السعد، العربية.